I think we have it. You agree? Yeah. العلماء يقتربون من إثبات وجود بوزون هيجز. علماء الفيزياء اقتربوا من وجود إثبات ما يعرف ببوزون هيجز الذي يبحثون عنه منذ وقت طويل، حيث ذكر علماء مركز السيرن لأبحاث الجزيئات في جنيف صباح الأربعاء أن البيانات الحالية تؤكد بدرجة كبيرة وجود جزيء لم يتأكد بعد ما إذا كان هو في الوقت ذاته بوزون هيجز. بيتر هيجز صاحب النظرية كان حاضراً وبدا متأثراً بالنتائج التي عرضت في المؤتمر الذي تم نقله مباشرة على مواقع الإنترنت. أنا مندهش أن الأمر يحدث في حياتي وقبل مماتي. في البداية منذ أكثر من 40 عاما لم يكن لدينا فكرة عن مكان البحث عن هذا البوزون. هذه النتيجة تعتبر مؤقتة لكنها رهن الإثبات، وتبرز أهميتها في أنها ستساعد على فهم نشأة الكون، وتعتمد التجربة على إجراء تصادم بين ذرتين عند سرعة هائلة.